السلام عليكم متتبعي قناه حسام الامال المتنوعه، كثيرين لاباس عليكم، ان شاء الله تكون على خير وبخير والاحوال طيبه ودائما نلقاكم بافضل الاحوال. بالنسبه للفيديو اليوم ان شاء الله غادي نديروا واحد ريس زوين حلو في الشكل ديالو خفيف، الناس العشاق الخفيف ممكن نديروا بجوج الالوان ولكن بالالوان بلون واحد كيطلع روعه. غادي نبداو على بركه الله. غادي نخدموا في البدايه بناء الغرز ديال جوج غرزات. بالنسبه للبنات في الكمام كنديروا جوج الغرزات في العلو، وبالنسبه في القب الا كان كنديروا غرزه واحده. وبالنسبه ملي كتكونوا خادمين شي جلابه هكا ملاقيه خفيفه كتديروا هذا الموديل. وبالنسبه لسميتو هذا القندوره يعني في العنق وفي الكمام كديروا جوج غرزات في الدوره، كيف ما انا غندير دابا بناء الغرز ديال جوج غرزات، واحد جوج. نعاود نرجع في هذه في الاولى الفوقيه وندور بحال هكا بصبعي ونجي نخدم الكم ديالي كامل، غنخدموه بالغرزه ديال يعني الرانده ديال جوج غرزات، ها الاولى وها الثانيه، ونعاود نرجع. البنات نصيحه ما تديروش ما تاكلوش في الثوب بزاف، كاين بعض الاخوات ياكلوا في الثوب ما تجيش الخدمه زوينه، تتكون وقت الخدمه تكون متقونه دوك الضربات ديال الثوب حتى هما تيبينوا الشكل ديال الخدمه. المهم غير نصيحه وصافي. غادي نجي نخدم كيف ما قلت لكم جوج غرزات حتى كتكملوا لكم كامل، وملي كترجعوا هنا راه كتلاقيو بالملاقيه ديال يعني ضربه في الرنده ضربه في الرنده تتجمعوا بها الرنده ديالكم عادي باش تجي دايره في الكم. انا غنخدم معكم غير واحد الجزء اللي غنخدموا فيه الدريز ديالنا الشكل ديالنا عفوا، هو اصلا كامل درس هاد الرنده مع الشكل يعني الخدمه اللي الفوق كلهم درس. المهم نخدم سمحوا لي كنت غادا ندير معكم الكوزو نقص، ولكن صراحة يعني قلت نخدم معكم هاد الدريس هذا هكا خفيف ظريف، وان شاء الله الفيديو القادم ان شاء الله هيكون الكوزو نقص. هانتوما البنات ملي كيكون الضربات ديال الثوب بحال بحال تتجي الخدمه فنه. كيف قلت لكم كاينين بعض الاخوات كيجروا في الثوب تيبان لك هنا الثوب غليظ تما ما تيبقاش داك المنظر زوين. باش ندير بحال هكا ندير خيط جديد عاوتاني دائما الخيط على ثلاثة، هاد الدرس تيتخدم بالخيط على ثلاثة. متنساوش تدعموني بلي لايك ومشاركة الفيديو ومشاركة حتى القناة. الناس اللي كيزورونا أول مرة متبخلوش عليه بالاشتراك وتفعيل الجرس
باش يوصلكم كل ما هو جديد. المهم انا غنزيد واحد البارتي ونرجع معكم. دابا فاش خدمت هذا الجزء هذا باش نوريكم الشكل، غنجي ناخذ هنا اول غرزه خيط جديد. ملي كدور مع الكم كامل او العنق كامل كنجي كندير سنينات ديال واحد، وسنينات غندير غير ديال جوج لينات. بغيتو ديروا ديال ثلاثه ديروا، صراحه ديال جوج تيجي هكا زوين محيدق من جوج كبير. كنجي ندير سنينات كندير سنة حدا سنة، دابا درت 6 نزيد 7. دابا البنات شنو غندير؟ غنضرب هاد الضربه الاولى ونضرب الضربه الثانيه. شوفوا معايا، نضرب الضربه الاولى اللي حدا السنه، الضربه الثانيه نجي نخلي واحد جوج ثلاثه، يعني واحد جوج ثلاثه، ونجي لهنا الضربه الرابعه العين الرابعه، وغادي ندير عقده وغنخلي هكا هابط غير شويه، وغنرجع لهنا فين درت. شوفوا باش باين لكم، شوفوا معايا كملت سنينه، درت الضربه الاولى الضربه الثانيه، يعني ولات عندي هنا غرزه. من هنا باش نضرب هنا خليت واحد جوج ثلاثه، ثلاثه نتاع العوينات، والرابعه ضربت فيها، وغنعاود نرجع نضرب هنا في ديك العوينه اللي خلقت، في يعني اللي درت في ما بين الغرزه والغرزه. وغنجي نعمر الحبل ديالي. شوفوا معايا البنات، انا دابا جيت للوسط درت 6 الحبكات، ورجعت في ديك السادسه درت فيها سنينه، ونرجع نعمر 5 ديالي من هنا، 1 2 3 4 5، ونجي نضرب هنا في الغرزة، يعني من هنا لهنا، وهاد ديال الحبكة كلها بوحديتها، يعني غنجي نضرب هنا من غير هذه اللي ضربت فيها، نجي نضرب هنا وغنجي نضرب غرزة عاوتاني حداها، وغنرجع ندير سنينات عاوتاني ديال واحد، حتى ني غندير 7 ديال السنينات. دابا 1 2 3 4 5 6، ها 7 ديال السنينات. شوفوا معايا البنات، دابا غادي نجي ندير ضرب الضربه الاولى الضربه الثانيه، ونجي نخلي 1 2 3 ها الرابعه نطلع فيها. ها هو شوفوا البنات كيبان لكم الخيط ما مجرورش، ومرخوف غير واحد شويه ماشي بزاف، ونعاود نرجع في هذه الغرزه
اللي كونا ونعمر الحبل ديالي. غندير واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة هستة. غنرجع في هاد الساتة هادي هيا غندير سنينة ديال واحد، ندير جوج ليات فيها ونجي ثاني نعمر الضريس ديالي. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة وغادا نجي نهبط بحال هكا، شوفوا معايا وغادي نتكملوا الشكل ديالكم ديال الضرس كامل بهذه الطريقه هذه. كيجي فني ونا البنات بالنسبه هذا الكميمات كيجي زوين هكا باين والخدمه ديالو زوينه. وبالنسبه في القب قلت لكم ممكن ديروا هكا جوج غرزات اولا ممكن ديروا وحده عاوتاني غيجي زوين. هذا هو فيديو اليوم، نتمنى من الله ينال اعجابكم. ما تبخلوش عليه بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد، وشكرا على المتابعه.